في العادة تكون المناظرات التلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين فرصة لإبراز المهارات والكفاءة والخبرة، لكن هذه الانتخابات ليست عادية نظرا إلى طبيعة الهجمات الشخصية التي يشنها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمر اضطر المرشح كلينتون على الاستعانة بفريق ضخم للتدقيق في خبايا حياته، ومن بينها المؤلف الذي كتب معه كتاب Art of the Deal ليطلعها على كل ما يؤرق ترامب ويوتره استعدادا للمناظرة الأولى التي تعتبر الأهم لأجيال والتي ستقام قريبا. ما تفعله أحيانا هو أنها تمحص كثيرا، وهي تواجه الآن خطرا حقيقيا. أحد الأسباب لأنها لا تستطيع أن تصل إلى مستواه المتدني وأن ترد على شتائمه. والاستعدادات دفعت فريق كلينتون إلى الاستعانة بخبير في علم النفس لتحليل شخصية ترامب وكيف يمكن أن يستجيب لمواجهة مع سيدة، وهو ما شبهه البعض بعمل الخبراء الذين يجمعون الأدلة الجنائية سعيا لفهم نقاط قوة ترامب وضعفه. وتبحث المرشحة الديمقراطية عن شخص يملك صفات ترامب لتتمرن معه في مناظرات وهمية، وتظهر شخصية المرشح الجمهوري عدم التزامه بقوانين المناظرات والانزلاق نحو التشهير والقذف وكيل الشتائم ضد منافسيه. سيكون الأمر صعبا على ترامب لأنه يواجه امرأة وهو لا يبالي، ويراهن أن لديه شريحة واسعة من الرجال البيض من مؤيديه ولا يهمهم ما يقوله. المهم هنا هو الناخبون المستقلون. وتريد كلينتون أن تسحق ترامب في المناظرات بحيث تجره إلى التفاعل مع هجوم يظهر عصبيته وافتقاده للكياسة المطلوبة في الرئيس المقبل حسب ما يقول المقربون من فريقها. أما ترامب فيقول بأنه يدرك تماما ماذا سيقوله في هذه المناظرات، ويعرف سر وصوله إلى الترشح بعد الإطاحة بخصومه الجمهوريين في 11 مناظرة سابقة أعطته تدريبا كافيا للوقوف أمام هيلاري كلينتون في المناظرة المقبلة. بعد 6 عقود من العزلة، كوبا بدأت تغير في سياستها تجاه الولايات المتحدة التي كانت توصف بالإمبريالية. حفل تأبين نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا أواخر 2013 شهد انطلاقة العلاقات الجديدة بين هافانا وواشنطن بعد المصافحة التاريخية بين الرئيسين باراك أوباما وراول كاسترو. ثم جاء تصريحان متتاليان لكل منهما أواخر عام 2014 لإعلان التقارب التاريخي بين البلدين، وبعد 8 أشهر أي في 14 من آب أغسطس 2015 وكدليل على المصالحة رفرف العلم الأمريكي في حفل إعادة افتتاح سفارة الولايات المتحدة في هافانا. وبعد شهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تصافح الزعيمان بحرارة، صورة قوية أشارت لإرادة قوية لدى كل منهما في المضي بتطبيع العلاقات بين بلديهما. هذا التطبيع سيعطي ثماره كما يقول المواطنون الكوبيون. بعد العديد من السنوات كوبا والولايات المتحدة أعادت العلاقات بينهما، هذا سينعكس إيجابا على العائلات هنا وهناك. القطاعات الاقتصادية هي هدف تحرك قاطن البيت الأبيض، فتم توقيع اتفاقيات ثنائية بينها إعادة حركة الملاحة الجوية المنتظمة مع خدمة البريد المباشر. وبتاريخ 20 آذار مارس الماضي حطت الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار جوزيه مارتي بهافانا. زيارة أوباما التاريخية هذه ترجمت طموحاته الكبيرة بتسريع تطبيع العلاقات مع هذا الأرخبيل قبل نهاية ولايته الثانية. وأمام قادة النظام الشيوعي في المسرح الكبير بهافانا دافع أوباما قائلا: كرئيس للولايات المتحدة طلبت من الكونغرس رفع الحظر المفروض على كوبا. أوباما يؤمن بأن زيارته إلى كوبا ستثبت للكوبيين أنه لا داعي للخوف من تهديد يأتي من الولايات المتحدة. الولايات الشمالية
بعد أن كانت دعمت العملية التركية شمالية سوريا في البداية، احتجت واشنطن على اشتباكات القوة التركية مع وحدات حماية الشعب الكردي التي تريد منهم تركيا التراجع إلى شرق الفرات، ووصفت واشنطن الاشتباكات بغير المقبولة، ونفت تركيا من جانبها أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد في سوريا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: لا نعتقد أن عمليات تكتيكية بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية أو تلك التي تدعمها تركيا ستكون مثمرة باعتبار محاربة تنظيم داعش. وبحسب مراقبين فإن هدف النزاع بالنسبة للأكراد في سوريا هو إقامة شبه دولة شمالية البلاد، أما بالنسبة لتركيا فهدفها هو منع ذلك. ويقول المتحدث باسم الرئاسة التركية: إن وحدات حماية الشعب الكردية أو مجموعات أخرى إذا بقيت في شمال سوريا ولم تتراجع إلى الجزء الشرقي من نهر الفرات فإنها ستكون هدفا للقوات التركية. وكان الجيش التركي بدأ عملية عسكرية شمالية سوريا الأسبوع الماضي يدعم فيها الجيش الحر ويستهدف تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد. مجلس الشيوخ البرازيلي صوت هذا الأربعاء لصالح الإقالة النهائية لدلما روسيفا، 61 عضوا من بين 81 عضوا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح هذه الإقالة بتهمة تلاعب روسيف بحسابات الميزانية العامة لإخفاء حجم العجز في البلاد. وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد علق مهام روسيف منذ مايو أيار الماضية، وسيتولى ميشيل تامر مقاليد الحكم بشكل تام بعدما كان قد تولى الحكم بالنيابة بعد تعليق مهام روسيف. إلا أن مجلس الشيوخ البرازيلي المكون من 81 عضوا لم يتمكن من حصد الأصوات اللازمة لاستبعاد روسيف من الحياة السياسية لمدة 8 سنوات. إعصار مدل يقترب من جزر هاواي قادما عبر المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 193 كيلومترا في الساعة وسط تحذيرات مركز الأعاصير المركزي بالمحيط الهادئ من احتمالية اقتراب مدل بشكل خطير من الجزيرة الكبرى في الأرخبيل الواقع في ولاية هاواي الأمريكية. أما في اليابان فقالت الشرطة إنها عثرت على جثث 9 أشخاص في دار مسنين غمرتها المياه في منطقة أيوايازيومي. وكانت السلطات اليابانية قد أصدرت تحذيرات بإجلاء آلاف الأشخاص مع وصول إعصار ليون روك إلى شمال شرق اليابان، وهي المنطقة التي يقع فيها مفاعل فوكوشيما النووي الذي تضرر قبل 5 سنوات جراء زلزال هائل وأمواج مد عاتية. أجواء مهيبة خيمت الثلاثاء على أماتريتشي خلال تشييع جنازة 28 شخصا من ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر الأربعاء الماضي مناطق وسط إيطاليا. أماتريتشي شهدت مقتل أكثر من 230 شخصا من أصل ضحايا 292 المؤكدة جراء الكارثة. مراسيم التشييع حضرها 3000 شخص إلى جانب عائلات الضحايا، وكذا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي. أسقف رياتي قال في قداس تأبيني: الزلازل موجودة منذ وجود الأرض في وقت لم يخلق فيه الإنسان بعد. الزلازل لا تقتل، لكن منشآت الإنسان هي التي تقتل. جثث الضحايا الأخرى التي هلكت في أماتريتشي تم نقلها إلى رياتي وروما حيث وريت الثرى. وفي الوقت ذاته شهدت المنطقة في يوم الحداد هذا تهاطل أمطار لم تسهل من ظروف عيش المنكوبين الذين وصل عددهم 2900 منكوب والذين يتم التكفل بهم في مخيمات مختلفة. السلطات المحلية أكدت أن الأولوية هي التكفل بالمنكوبين وإعادة تشييد المرافق العامة الضرورية. من كوريا الجنوبية أعلنت سيول أن جارتها الشمالية أعدمت وزير التربية لأنه لم يبدي احتراما خلال اجتماع برئاسة الزعيم كيم يونغ أون، فيما فرضت عقوبات صارمة بحق مسؤولين آخرين. وبحسب مسؤول في سيول فإن الوزير اتهم بأنه يحرض ضد الحزب والثورة وأنه أدين بالجلوس في وضع غير لائق أمام المنصة خلال جلسة للبرلمان. ويقول المتحدث باسم وزير الوحدة في سيول: أعدم نائب رئيس الوزراء وزير التربية، أما رئيس مصلحة العمال في حزب الجبهة المتحدة كيم يونغ شول فقد أرسل إلى إحدى المناطق الريفية لإعادة تأهيله. وكان الزعيم الكوري الشمالي أعدم عددا من المسؤولين في النظام أو جرده من مناصبهم منذ توليه السلطة في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة على ما يبدو.
قال قصر الإليزي الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد قبل استقالة وزير الاقتصاد مالويل ماكرون الذي يريد أن يتفرغ لحركته السياسية التي أسسها في نيسان الماضي وسماها إلى الأمام، وهو ما يزيد من التكهنات من نية ماكرون من خوض السباق للانتخابات الرئاسية في 2017. بوجود ماكرون أو عدمه في الحكومة على الرئيس أولاند أن يشعر بالتهديد لأن النتائج الاقتصادية ليست رائعة. أعتقد أن بإمكان ماكرون أن يقدم حلول للمستقبل، هو الاقتصادي الأفضل من أي رئيس، وهو ليس فقط من اليسار وليس من اليمين في السياسة، هو بين الاثنين، لذلك ربما أن نجد البديل الأمثل في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017. وتشكل استقالة ماكرون ضربة قاسية لأولاند وتضعف المعسكر الاشتراكي أمام اليمين الخصم الكلاسيكي، وتعزز موقفه من نية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ووزيرين سابقين آخرين أعلنوا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية. وزير الدفاع التايلاندي يعلن رسميا أن الصاروخ المضاد للسفن الذي أطلق خطأ في شهر يوليو الماضي وتسبب في مقتل صياد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بعد اختراق سفينتهم صادر عن زورق حربي محلي لم يلتزم طاقمه بتدابير الأمن والوقاية. الوزير قال إن الصاروخ أطلق خلال إجراء تدريبات ووعد بتعزيز تدابير الأمن والسلامة بإجراءات جديدة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. اعتقلت شرطة لوس أنجلس نجم البوب الأمريكي كريس براون للاشتباه في ضلوعه في اعتداء بسلاح مميت. وسائل إعلام أمريكية قالت إن الاتهام ضد براون يرجع إلى تصويبه سلاحا ضد امرأة قام بعد ذلك بالاتصال بالنجدة. وقامت الشرطة بتطويق وتفتيش منزل المغني الأمريكي الذي نفى بدوره ارتكاب أي عمل مخالف للقانون. أطلقت الحكومة اليسارية في اليونان مزادا لبيع تراخيص 4 قنوات تلفزيونية وطنية في خطوة قال رئيس الوزراء أليكسيس سيبيراس إنها تهدف إلى تنظيم قطاع غارق في الديون. الخطوة أثارت غضب العاملين في القطاع التلفزيوني الذين يقولون إن الخطة الحكومية تهدف للسيطرة على وسائل الإعلام، وتملك اليونان حاليا 8 محطات تلفزيونية وطنية، وهو ما يعني أن الخطة الجديدة ستدفع 4 محطات للإغلاق. مصارف الدعم في كوريا الجنوبية تقرر التخلي عن شركة هانجين الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري في 4 من أيلول/سبتمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء برنامج إعادة الهيكلة الذي سبق لشركة هانجين وأن تقدمت به، حيث طلبت بإعادة هيكلة ديونها التي بلغت ما يقرب من 850% من أسهمها نهاية العام الماضي. يأتي هذا في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركة بسبب تسجيلها لخسائر صافية لمدة 4 سنوات متتالية على خلفية تباطؤ التجارة العالمية وتراجع أسعار الشحن. في منطقة تيريمارك في جنوب النرويج نفق قطيع من نحو 300 من الأيائل الوحشية من نوع الرنة بسبب صاعقة ضربت الهضبة التي كانوا يعبرونها في يوم 26 من شهر أغسطس الجاري أثناء عواصف تعرض لها هذا الإقليم. أوسلو وصفت ما حدث بالكارثة الطبيعية غير المسبوقة بالنظر إلى العدد المرتفع من هذه الحيوانات التي راحت ضحية للصاعقة. And this was an enormous breakthrough. هذا إنجاز كبير لأمريكا أنهم حرروا المنطقة من سيطرة داعش. رسالة داعش تظهر العدناني على أنه شهيد أمام أتباعهم، لكن هذا لا ينفي أن هذه العملية تهز التنظيم الإرهابي. العدناني هو عضو مهم جدا في التنظيم، وقد كان أكبر القادة السوريين في المجموعة، وكان لديه مسؤولية كبيرة في حملة داعش لتنفيذ هجمات عالمية بما فيها هجمات باريس وبروكسل واسطنبول وأجزاء أخرى من العالم. هو شخص من الصعب على داعش إيجاد بديل له، وهو الصوت الرئيسي للتنظيم في السنوات الماضية، وهو أيضا الشخص الذي أعلن عن الخلافة قبل أبو بكر البغدادي بأيام قليلة، كما أن تصريحاته أثرت بشكل كبير على أتباعهم المتطرفين في كل أنحاء العالم، وصوته حفز وأوحى لكثير من الهجمات على كلا الطرفين من المحيط الأطلسي، فهو كان يقول لأتباعه أن يقتلوا أي أحد بأي طريقة، سواء كانت بالسكاكين أو المسدسات أو السيارات، ورأينا هذه الهجمات تنفذ في الغرب، على سبيل المثال في المدينة الفرنسية نيس حيث دهس مناصر لداعش الناس بشاحنة. ISIS follower carried out that deadly truck attack on the coastline.
هل تعتقد أن اتجاهات التنظيم ستتغير بعد مقتله؟ لا أعتقد أن التنظيم سيغير توجهه، ولا أرى أن الهجمات في الغرب ستقل أولويتها على سبيل المثال. في الواقع قد نرى استمرارا في الهجمات العالمية، وهناك قلق من محاولتهم في أن يسرعوا من مخططاتهم في ضرب أوروبا مثلا، والمسؤولون الأوروبيون يعبرون عن قلقهم من وجود مقاتلين داعشيين في أوروبا أمروا بتنفيذ ضربات. بالحالة الطبيعية أبو محمد العدناني هو مرجع هؤلاء المهاجمين، وموته قد يسرع من الخطط، ومن المؤكد أن القلق حول ذلك موجود، لكن التنظيم الإرهابي بشكل عام مضغوط الآن في كل من العراق وسوريا وليبيا أيضا، وأتى هذا في وقت يخسر داعش أراضيه على جبهات متعددة، لكنهم ما زالوا التنظيم الإرهابي الأقوى في التاريخ، وما زالوا ممولين بشكل جيد، وما زالوا قادرين على تنفيذ هجمات عالمية. بما أنهم يخسرون أراضيهم في العراق وسوريا، علينا توقع المزيد من الهجمات في القرب. ويعتقد أن قسم التخطيط للعمليات الخارجية موجود في مدينة الرقة السورية وما حولها. قبل ساعات من إلقائه خطاب حول الهجرة غير الشرعية، وفي خطوة مفاجئة يتوجه الأربعاء دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية إلى المكسيك للقاء رئيس أنريكي بينيا نيتو. وأعلن ترامب في تغريدة له على تويتر أنه انتظر بفارغ الصبر هذه الزيارة. نحن بصدد تأمين حدودنا ووقف صب وتهريب المخدرات إلى داخل بلدنا وتدميرها، وسوف نتحدث في أريزونا في الخطاب الكبير حول الهجرة. سوف نتحدث عن ذلك في أريزونا ليلة الأربعاء. وجعل ترامب من حملته الانتخابية من مسألة الهجرة السرية قضية مفصلية، ووعد بناء جدار مرتفع على الحدود مع المكسيك. 6 مراهقين في مدينة هارلو شرقية لندن أطلقت السلطات سراحهم بكفالة مالية إلى حدود 7 أيام أخرى، وذلك إثر إيقافهم للاشتباه بقتلهم رجلا بولنديا بدافع الكراهية. ويقول السفير البولندي لدى بريطانيا: البولنديون يعيشون في بريطانيا منذ عقود عدة وربما منذ قرون، وآمل ألا يتكرر ما جرى مستقبلا. ومن سوء الحظ هناك الكثير من هذه الوقائع التي جرت إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك مجموع نحو 15 أو ربما 16 حالة في مثل هذه الوضعية. وكان الرجل البولندي نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح على مستوى الرأس إثر تعرضه للتعنيف يوم السبت الماضي، ولكنه توفي مساء الاثنين. وأشارت الشرطة في البلاد إلى ارتفاع نسبة الجريمة بدافع الكراهية في بريطانيا إثر تصويت على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعتبر قرار حظر زي السباحة المعروف بالبوركيني في بعض جهات فرنسا قرارا غبيا على حد قولها، ورحبت بقرار مجلس الدولة الفرنسي تعليق حظر ارتداء هذا الزي في شواطئ البحر الفرنسية. ودعت المفوضية بعد أن دفعت عن حق ارتداء هذا الزي كافة السلطات المحلية التي تبنت الحظر إلى إبطاله فورا. إنه بصراحة رد فعل غبي على ما نواجهه فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية، فهو لا يعزز الأمن ولا يضيف شيئا في مجال النظام العام أو أي شيء آخر، بل يحفز التصادم وبالتالي يقوض النظام العام ويتسبب في آثار معاكسة. وكان مجلس الدولة الفرنسي السلطة القضائية الأعلى في فرنسا رفض قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني معتبرا إياه مهددا للحريات. ما دمتم تتكلمون وتجيدون الكلام، يقول رئيس الحكومة الفرنسية، أنتم تتحدثون عن ماريان. ماريان رمز الجمهورية، ثديها عار لأنها تغذي الشعب، وهي لا ترتدي الحجاب لأنها امرأة حرة. هذه هي الجمهورية وهذه هي ماريان، وهذا ما يجب علينا دعمه. المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت إن ما يجب اتخاذه من إجراءات هو معاقبة الذين يحضون على الحقد والكراهية وتأجيجها بين الجاليات.
وفقا لبيانات نشرتها السلطات الألمانية من خلال استخدام الأرقام المعدلة للتغيرات الموسمية، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى 2,675,000 شخص. هذه الأرقام خالفت جميع التوقعات، حيث كشفت أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بأقل من 7,000 شخص بالمقارنة مع شهر يوليو تموز الماضي. وبالتالي فإن مؤشر التغير في البطالة الألمانية بقي أقل من 7 ودون تغيير. ويعتمد مؤشر التغير في البطالة الألمانية على قياس أعداد العاطلين عن العمل من القوى العاملة في البلاد، في حين تقوم الأسواق بالتركيز على مجموعة من البيانات الصادرة عن طريق وكالة التوظيف. إشارة قوية التقطها منظار فلكي روسي السنة الماضية في جمهورية كاريتشي تشيركيسيا أثارت اهتماما كبيرا لدى علماء الفلك على نطاق واسع. من خاصيات هذه الإشارة هي أنه ربما تكون إثباتا لذكاء كائنات حية، وقد تكون الإشارات مجرد ذبذبات صوتية نتيجة ظاهرة طبيعية. ويقول عالم فلكي: الإشارة التقطها هذه المرة فلكيون روس من ذوي الكفاءة العالية، فقد وجدوها في اتجاه نظام شمسي مهم لأنه يعرف أن كوكبا يوجد فيه، وتأتي الإشارة من اتجاه نجم مشابه للشمس يوجد في مجرة تبعد عن الأرض حوالي 95 سنة ضوئية. ويضيف عالم الفلك القول: لم نعثر على شيء آخر باستثناء الذبذبات التي أشير إليها، ربما يتعلق الأمر بكائن فضائي ذهب لحاله وقد يكون في إجازة من يعلم، ولكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بتشويش بين الطائرات والرادارات. ويقول مختصون إن الإشارة متأتية من لاقط تناظري يشع في كل الاتجاهات، وإذا كانت الإشارة متأتية من شريط موجه نحو نظامنا الشمسي فإن ذلك يعني برأيهم وجود حضارة قريبة من الحضارة الإنسانية. في يوم من الأيام كانت ابنتي تتصرف بقمة الشقاوة، كنت أمرها بأن تذهب إلى غرفتها فترفض، وحتى عندما صرخت عليها طالبة منها الذهاب إلى غرفتها لم ترد أيضا. ماذا تفعلون عندما يرفض أطفالكم ما تطلبونه منهم؟ أقول له إن الوقت قد حان لمغادرة منطقة الألعاب، لكنه يريد أن يفعل ما يريد. أخبريني ماذا تقولين له وبماذا يرد عليك؟ أقول له إني سأعد للعشرة وإن لم يغادر منطقة الألعاب فلن أسمح له بمشاهدة التلفاز عندما نصل إلى المنزل. ما يفعله ابني في هذه الحالة هو الركض إلى الطرف الآخر من منطقة الألعاب. أنا بحاجة ماسة للنصيحة. يبدو أنك تتعاملين مع الوضع بأمل وليس بخطة، هل هذا صحيح؟ نعم قد يكون ذلك صحيحا. أعتقد أن ما يحدث هو أنك تحاولين قدر استطاعتك اتباع الطرق الصحيحة في وقت الموقف، لكنك لا تتدربين عليها عندما لا يطرأ أي موقف مشابه. على سبيل المثال عديه بأخذه إلى الحديقة، لكن قولي له إنك تريدين تصرفات جيدة منه بالمقابل، وحددي له تلك التصرفات مثل ارتداء بنطاله بنفسه، وإذا تكاسل عن ذلك ذكريه بالوعد، وهذا أشبه بتعويذة صغيرة تذكره بتركيز طاقته على هذه التصرفات. في منزلي كانت التعويذة هي العصبية لن توصلك إلى شيء، وذلك عندما يتصرفون بعصبية دون توقف، لأن ذلك يذكرهم بما عليهم فعله للحصول على مرادهم. هل هذا منطقي؟